مع أو ضد اختيار زوجة الابن من قبل الأم والأب؟ اختيار زوجة الابن من قبل، يعني شنو اختار ابني بما مجال؟ يعني اختار أنت زوجة بنتك، زوجة ابنك العفو، أنت شكو فيها يعني يا سالم مع أو ضد أنه البنية العفو الولد أمه وأبوه اختاروا له شركة حياة؟ اثنين الزينات، انا ابنك اللي هو اختار شركه حياته من حقه وشاف بها الاشياء اللي يتمناها، وانا والده وامه من حقنا نشوف الاشياء. لا اكو عوائل انه متعصبه خلاص انتهيت الزواج واصل عليك. لا 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 لا, لا 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 مو متعصبه، انه يشوفون هاي قريبه عليهم، اكو امور بها يعني يقولوا هاي مصلحتك، هاي خوش ابني، هاي احنا نشوف وزينه بس وجهه نريده. احنا عوائلنا نقدسهم ناخذ لهم تحيه، الاب والام الله الف رحمه على امهاتنا وابهاتنا وطوله العمر الموجودين ابهاتنا وامهاتنا. يعني انا من اختيار الوالده يا امي جبت لك هاي وشوف كذا وليات عنها وترضي الوالده، غير الله الله من ترضي الوالده. وايد تحب والدتك ومتعلق بها. انا راح تبكي المره الثانيه. وانت عندك من الوالده. امك هي اللي علمتك النوح مو هاي المواقف؟ اي طبعا اي الوالده اللي ترحم على روحها. اكثر نوح كانت هي الولي الله يرحمها. اي شنو كانت تحبه؟ كلش هواي يعني انت كل احنا اقول لك قبل لا نطلع من شغلنا كل احنا من اخوي الكبير طبيب لحد اخر واحد من نطلع شغلنا نروح لها هي وابو حسن الشيخ اخوي نروح نسلم عليها نقبل ايدها ونقبل راسها ونقبل رجلها وانا يعني حشاك وحش المشاهدين نقبل حتى نعالها امي اكيد. شنو كانت والله تحب تسمع من عندك؟ بس دعوة الكافي. لا تحب تسمع من عندك هي كانت؟ لا في اليوم اللطافة قالت لها يما الاختي اختي قاعد يمها قالت لها ام سجا قالت لها خابري اخوش خلي اسمها حسوي عملية مال عيون دمي. نعم. فاخوتي يعني مثلي حتى يلمون المصرف مال العملية فقلت لهم العملية كلها علي وانا كنت بسوريا. قالت لي يما هاي بعد ما اشوف ولا يما هاي بجودي يما لكمك بعد ما راح اشوف كذا هي بشري شو تريدين؟ بقيت 600 دولار دزيت للاسماء وياها كم شغلات الوالده. جيت وصلت لبغداد قالوا امي ترى ما سويت عمليه. قالوا لي يما احنا شو جاي؟ قالت لا يما صلوات على محمد قمت اشوف يا يما من شفتك محمد يما الفلوس وين؟ قالت لا يما لما انا ربيت يما خلت الدخل كله بس بعدين فكانت يعني الله يرحمه يعني الوجه السمي الحوكي. كانت تحب تسمع من عندك؟ وهي كانت تسمع من عندي يعني انا يعني هو واحده ذكرك واحده عندك ذكريات كنت وياها يعني انا كنت اغني لها الله يرحمها الف رحمه. لا ما اغني ابشر يعني كنت خلاص اتمنى يعني ماكو احلى من الوالده ما تخطط عليها كان المهم قليل حق الوالد ايش ما تعطيها اعمال ما تقدر امك يعني من بعد الله سبحانه وتعالى الام والاب رضا الوالدين غير الله يقول ايش انت بس الله يوفقك وياهم انت بخير المحبه ما تجي من فراغ اكيد لو ما عندك اعمال زينه وخيره